بالك علي شوي. والله بعرف اني عم بعذبك معي كتير، بس والله انا مهضومه. خلاص اوكي، خلص بحكيك الليله وبشوفك. اوكي، يلا باي باي. خلصتي؟ يعني سكر؟ بليز. مو معقول كمان انتي تليفوناتك شو كتيرة؟ اعطيني حسابي خليني امشي ببوسة لايدي. كيف بدي اعطيك حسابك؟ مش شايف حتى فيرني؟ ما حرام عليك؟ ايوه تلوتيني. مد ايدك انت وخدن. ليش وين حاطتيهم المصاري؟ وين بدك تكون حطتهم يعني؟ مو معقولة كمان انتي بتحطي مصاريكي باراني غريبة يعني ما بتخطر له للواحد. طب مد ايدك. عوضي على الله، انا ما بقى بدي مصاري منك خاطري. وين رايح؟ خلص خليني امشي. بليز خليك معي، اسمعني شوي. انا جوعانة وعايشة لحالي وما في حدا يطعميني، بتتركني وبتفل؟ والله انا اذا كل زبونة بدي طعمية واجي لها الجليات واشطف لها البيت واغسل لها الغسيلات، بقضي كل نهاري على طلبية واحدة، والله الله ما قالها. زبونة؟ هلا انا شكلي شكل وحدة زبونة؟ بتعرف شغلة؟ ضب هالبيتزا وخدها، انا ما بقى بدي اكل. لا طولي بالك، يعني ما بدك كل هالقد الزعلة، يعني انا ما قصدي اقول يعني كلمة زبونة والله كلمة عادية ما فيها شيء، يعني زبونة انت بس انه زبونة مشكلسة يعني. خلص طولي بالك، شو كان اسمي؟ ليلى. يلا تفضلي ليلى كلي لك كلمة. ما بدي. خلص بقى والله تعمليها زعلة هلا ملول. يلا ملول والله العظيم تاكلي لي. ما بدي. لا بس دوقي لنا البيتزا، بركي المطعم اللي عم اشتغل فيه مو اكله مو طيب عشان نغيره. يلا والله العظيم خلاص جابرينا بلامي. شو اسمك انت؟ محسوبك ابو جانت. ابو جانتي؟ ما بحب اناش بابو جانتي، حط لي كاتشب. ومن وين بدي اجيب الكاتشب انا هلا؟ لانه انت بتحطي الاشياء باماكن غريبه يعني. كاتشب؟ help me. شفت ما احليك هلا؟ مش الله لا تاخذيني هلا وكيله، مو قصدي. لا بزعل منك ليش هيك؟ لا ابو جانتي تخبى بشرفك، تخبى. لك خير شو في؟ ليش شو عامل انا لحتى اتخبى؟ امشي معي، ما بتعرف شو ممكن يصير هلا. شو ممكن يصير؟ ليش مين اللي جاي؟ جوزي؟ لا ابوكي؟ لا اخوكي؟ هلا بخبرك بعدين. جانتي ابو جانتي امشي معي. لا خليني روح. لك أنا ما فيني فوت على الحمام بختني، عندي فوبيا أماكن ضيقة. يلا بيني والله بس شوي. طيب ليكي لا تطولوا هي بختني أنا والله مالي خلع الروايح. مين؟ فادي أنا فتحت. هاي. أهلين فادي. ليش عامل بحالك هيك؟ تفضل. مشي كنت عم باكل بيتزا ولوت حالي. تفضل. إيه عم بالك تاكل بيتزا معي؟